عمرك شفت أرثوذكسي وكاثوليكي بيحتفلوا بعيد الميلاد في نفس الوقت؟ كلنا شفنا عيسى العوام المسيحي الشرقي العربي يعني أرثوذكسي، ولويزا الفارسة الصليبية من الهوسبيتاليين يعني كاثوليكية. الاثنين في نفس المكان وفي نفس الوقت احتفلوا بعيد الميلاد. لاحظ ان احمد مظهر في المشهد اللي قبليه كان بيقول لهم ايه؟ اهنأتم اخاكم عيسى واخوانكم المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح. حط لي بقى تحت عيد الميلاد خطين. عيد الميلاد عند الارثوذكس ليه ميعاد وعند الكاثوليك ليه ميعاد. ازاي بقى عيسى ولويزا في نفس الوقت وفي نفس المكان يحتفلوا بالعيد؟ طب مش كان اسهل ان احمد مظهر يقول لهم في المشهد اللي قبليه برضه هل هنأتم اخاكم عيسى بعيد القيامه؟ وعيد القيامه واحد عند الاثنين، وكانت الموضوع عدى والمشهد مشي ومحدش خد باله. وناديه لطفي لما قالت انا فارسه صليبيه من الهوسبيتاليين كانت تقصد ايه بالظبط؟ معروف ان الحملات الصليبيه اسم اطلقوا العرب على الحملات اللي من النوع ده في الوقت اللي هم كانوا مسميين نفسهم جنود الرب، بعد ما البابا أوربان الثاني مهد للحملات ديت وكان شعار الحملات لتكن تلك مشيئة الرب. يبقى لويزا قالت أنا فريسة صليبية ليه؟ عشان تسهلها مثلا لعيسى، لأنها لو كانت قالت له أنا جندية من جنود الرب كان هيضرب حيس بيس ويقول لها بقى طب منين من باب الخلق؟ طب الأقرب فرع المؤمن ليكوا فين؟ وتبقى توها. والمشهد اللي المفروض ياخد دقيقة على الشاشة ياخد له 5 دقايق لحد ما عم عيسى يفهم. ولا هي كانت من جواها مقتنعة انها صليبية فعلا ومتسترة ورا شعار الصليب عشان تحقق اطماعها في كنوز الشرق، لكن لسانها زل وقالت الحقيقة. طيب اذا كانت زلت اللسان دي شيء وارد، ليه مثلا ما شفناش عيسى ولويزا في الفيرجن بقى بتاع غزو العراق وهي بتقول له انا جندية من العلوج من الفرقة الخمسة مارينز، او نشوف برنامج على قناة الحظيرة اسمه خرفان ضد الانقلاب، طالما القاعدة ان احنا هنقدم نفسنا للناس بالاسم اللي هم مسمينه لنا مش الاسم اللي احنا نعرفه عن نفسنا. عموما اشك ان ده ممكن يحصل خالص، لاننا لسه بنقدم نفسنا على اننا الفنانة فلانة، المستشار علان، المناضل كذا، وثورة 25 يناير، عكس كل الاسامي اللي احنا مسمينها على الحاجات دي خالص. الغلطة بقى اللي مش لاقيلها مبرر هي الغلطة دي. بيت غزا اوله نون. نون نغير على أعدائنا. نغير كفانا غارات، المبارزة في بيوت الحب. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. لعبة المطرحة. المطرحة دي هي لعبة كانوا بيلعبوها العرب زمان، إنك تردد بيت شعر وآخر حرف تنتهي بيه في البيت ده واحد غيرك يبدأ بنفس الحرف اللي انت انتهيت عنه. وقد كان واحد قال شعر بينتهي بحرف النون، قام واحد تاني رد عليه وقال له نغير على أعدائنا، ومش عارف جاب نغير على أعدائنا دي منين. المهم العوام كان معدي سمع الدوشة ديت، تدخل وأنقذ الموقف وقال نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر. وهنا بقى مش هينفع نقف خالص. البيت الأصلي اللي كتبه أبو فراس بيقول بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، لكن أم كلثوم لما جت تغنيها ما كانش هينفع تقف قدام الناس على المسرح وتقول لهم بلى في وشهم كده، كانت هتبقى صعبة، فغيرتها النعم. عموما عيسى يشكر إنه ما قالناش مثلا أغنية نار وهي بتبدأ بحرف النون، لكن جاب حاجة من نفس الزمن. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هي أم كلثوم كانت قبل عيسى العوام وصلاح الدين، ولا عيسى العوام حب يحط التاتش بتاعه زي ما تيجي وخلاص؟ مش عارف. وعلى ذكر التاتش بتاع عيسى العوام، ما كانش بقى هيوجعنا اننا نشوف ريتشارد قلب الاسد واقف بيبعت تويتة للحطابين في الجبال والعجائز امام المدفأة يهنيهم بالنصر اللي عمله على صلاح الدين، لان الحكاية دي ما كانتش هتبقى فاعة قوي جنب اللي فات. اللي عايز اقوله إن فيلم الناصر صلاح الدين ده أخد في حياتنا كلنا مرحلتين. المرحلة الأولى فضلنا ندور على العسكري اللي لابس ساعة، متأثرين بالإشاعة بتاعت إن الفيلم ده كان هياخد أوسكار لولا إن في عسكري لابس ساعة ظهر في المشهد.
وفضلنا ندور فين العسكري ده، مين هو العسكري، ونبص على الساعة، وعجزنا تماما اننا نلاقي العسكري في المحاولات العبثية بتاعتنا دي. لكن فضل العسكري دايما في دماغنا مرتبط بحاجة من اتنين، يا اما مخرج كبير في نفس الوقت ده كان زائق العسكري عشان يبوظ شغل يوسف شاهين، او طليق اسيا نفسه اللي حلف براس ابوه انه يخرب بيتها اللي اتخرب فعلا بعد ما عملت الفيلم ده. والمرحلة التانية من حياتنا بقى قضيناها بنحاول ننتقم من الفيلم ده بسبب الإشاعة. إشاعة الساعة دي اللي حرمتنا كتير قوي إن احنا نستمتع بالفيلم ونشوفه زي ما خليق ربنا، ونفرح قوي بنطة أحمد مظهر على الحصان زي ما استمتعنا بالنطة بتاعت الوزير الكويس على عربيات الأنابيب.